عم بتطور كتير، عم بيوصل مرحلة إنه راح يصير المينستريم خلال 5 سنين ميبي، ونصير نشغل راديو ونسمع بس ألترناتيف. وأنا بعتذرلك عن سكوتي وقت ما تحب الكلام، وإنه عندي تشيروفوبيا ونقص حد في الاهتمام، وإني دخلتك معادلة ليها أكتر من نهاية، وإني أحتاجك بعيدة بس محتاج لك معايا. وأنا بعتذر لك عن كلامي وقت ما تحب السكوت، وإني كافر في السعادة وإني مؤمن بالعياد، وإني بطلت السجاير يوم يومين ورجعت تاني، وإني عايزك تبقي ليا بس مش عايزك تعاني.